الخلفة سعيدي. وعليكم السلام يا خالي. واحلى شغل بالزعفرانية المقرنص. ننصح الحكومة. ايه حي الله اخويا السعيد ابو النيسان. يعمره الاخيار ما دمره الاشرار. وهي النيسان مالته وذول اخوانه. راح اخلي رقمه بنشور. اي مواطن في نواحي بغداد والمحافظات. حي الله ابو علي سوداني. السوداني مقام عد 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 البادية. حي الله سيد. لك عاون جيرانك. الله وصف سابع جار ابو علي الجار الاول. وهذا المقرنص المتر يبيعونه بالكمالية ب10,000 والتركي جاي تحطه الحكومة ب15 دولار يسوون به البلدية. ليش تجيبون تركي؟ هذا عراقي مليون نقش عندهم يا عيني. حسام عراقي. اه حسام من نوبين عراق عند نيسان يقدر يعوف هاي المصلحه طايحه احسن ما يسوي انزلاق. يلا انت ويشتغل على الخط خطوط يشتغل. دخل ما اريد دخل. اه والله هاي بين بركه هاي العماله ان شاء الله. اشرف لقمه هي لقمه العماله. تاكل من عرق تبيك. الله يزيدك. ابيات ثلاث سيارات. الله يزيدك. لا تحزه يا ابا لا تحزه. هذا فالك الواد بشد ذراعه يطبق شتاجر وسيراميك مرمر جرانيت بورسلين. الله يرزقك ان شاء الله. باو عمي شوف باكر شربتين ونذب المي يتسلسع. عفيه هي هاي العماله هاي الخبط. عفيه ابني هاي زادن احسن من ذب يطين لابو علي جيرانك. وابو علي اذا زاد عنده شيء هم يطيك. ترى القوم تعاونت ما ذلت. ابو علي برمضان كان هو يدز لي معون وانا معون. ابو علي استمر بهاي الشغلات اذكرني وانا ذكرك. احلى رماش ابو علي جيراني هو يطيني برمضان معون وانا طين تبادل. سيد انت عم طينه طينه وانا طيك يا سيد صدق جديد. الله وصل الجوارين هذا شهر رمضان وانت سيد جدك رسول الله. اريد 30 معون خلال شهر وانا همزك 30 معون بس لا يوم ما عاد شيء يعذرني مشيها.